موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. رئيس النظام بشار الأسد يقول إن ما تقوم به روسيا هو تصحيح للتاريخ، وأن العدو الذي يواجهه نظام الأسد وروسيا هو واحد وفق وكالة أنباء النظام سانا. قوات النظام تطلق عمليات تمشيط في البادية السورية بين حلب والرقة ودير الزور بإسناد من الطيران الروسي بحثا عن خلايا لتنظيم الدولة وفق شبكة عين الفرات. الأمم المتحدة تعلن ارتفاع عدد السوريين الذين يحتاجون لمساعدة إنسانية خلال العام الحالي بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن عدد المحتاجين بلغ نحو 14,600,000 شخص. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تنتقد في تقرير لها الحكومة الفرنسية بعد فشلها في إعادة أطفال يحملون جنسيتها محتجزين في مخيمات داخل سوريا ضمن ظروف تهدد حياتهم لسنوات. مدير إدارة الهجرة والجوازات التابعة للنظام خالد حديد يقول إن جواز السفر الفوري يمنح لجميع المواطنين، وحاليا يمنح لفئات محددة بسبب أزمة مؤقتة تواجهها فروع الإدارة في المحافظات. مفوضية الاتحاد الأوروبي تعلن عن تمديد مشروع دمج الطلاب السوريين في التعليم التركي وتقديمها 500 و300 مليون يورو كدعم إضافي من الاتحاد لتعليم الطلاب السوريين في تركيا.